building mortar، ملاط البناء. يعرف ملاط البناء على أنه مادة بناء تتشكل من خلط المواد الإسمنتية مع الفاين أجريجيت اللي هو الساند مع الماء بنسب معينة. والاختلاف ما بين المورتر وما بين الكونكريت هو أن الكونكريت يحتوي على الكورس أجريجيت اللي هو الحصو، لكن المورتر لا يحتوي على الكورس أجريجيت. اليوزز، استخدامات الملاط: واحد، يستخدم بالبناء أي في ربط الوحدات البنائية بعضها مع البعض الآخر، مثلا الطابوق والحجارة والبلوك. وأيضا يستخدم بملء الجابس إن بريك وول بالجدران المعمولة من الطابوق. اثنين، يستخدم بأعمال الإنهاءات مثلا إن بريك وولز، وأيضا في البيمز أند كولوم بالجسور والأعمدة. ثلاثة، يستخدم بأعمال تغليف الحجارة وبالكاشي السيراميكي والكاشي الموزائيك. Properties of good mortar، خواص الملاط الجيد: واحد، يكون قادر على تطوير تلاصق جيد مع الوحدات البنائية مثلا البريك والستون. اثنين، يكون قادر على مقاومة نفاذية مياه المطر. ثلاثة، يكون رخيص. أربعة، متين. خمسة، easily workable أي سهل العمل بالملاط أو سهولة العمل بالملاط. ستة، ما يأثر على ديمومة المواد اللي يكون في حالة تماس معها. هنا عندي أنواع مختلفة من المونة المستخدمة بالعراق ومصر في العهد القديم. Bonding materials and types of mortar، المواد الرابطة وأنواع الملاط. تعرف المواد الرابطة على أنه المواد اللي تمتلك خواص تماسكية وتلاصقية. وعندي عدة أنواع من المواد الرابطة، من هاي المواد الرابطة اللي هو الجبسوم، الجص، والنورة، والإسمنت. والمواد الرابطة تقسم إلى نوعين: واحد، المواد الرابطة غير المقاومة للرطوبة مثل الجص وما يسمى بستاكو وجبسوم ماتيريال، المواد الجبسية والطين. اثنين، المواد الرابطة اللي تقاوم الرطوبة مثل الاسمنت والنورة وخليط السمنت والنورة. The mortar are classified and based on different of binding material as follows. الملاط راح يصنف الى اصناف استنادا الى المواد الرابطة اللي دا يتكون من عدها. راح يكون عندي واحد سمنت مورتر، اثنين جبسوم مورتر، ثلاثة لايم مورتر. وهنا الصور ده توضح اللي هو جبسوم مورتر والسمنت مورتر وثلاثة سمنت لايم مورتر. راح نبدي بمادة رابطة غير مقاومة للرطوبة اللي هو الجبسوم الجص وما يسمى بالستاكو. المادة الأولية المستخدمة في صناعة الجص هي الأحجار الجبسية اللي هي جبسوم روك، تكون غير هيدروليكية، وتكون هاي الأحجار هي هشة متبلورة. بيور جبسوم، الجبسوم النقي راح يكون عبارة عن بلورات بيضاء شفافة وتكون هشة بحيث بسهولة ممكن خدشها بالأظفر. الجص كمنتج نهائي، الصيغة الكيميائية اللي هو CaSO4 نصف H2 أو كبريتات الكالسيوم بنصف جزيئة ماء. وأيضا هو يحتوي على نسبة معينة من الشوائب، فتكون هاي الشوائب اللي هي سيليكا وألومينيوم. يصنع الجبس من حرق الأحجار الجبسية واللي أسميها جبسوم ديبوزيت اللي هي ترسبات جبسية،
والصيغة الكيميائية إلها CaSO42H2O وأسميها هيدروس كالسيوم سلفيد، كبريتات الكالسيوم المائية أو كبريتات الكالسيوم ثنائية الإماهة. الأحجار الجبسية تكون من نوع الأحجار الرسوبية اللي هي سيدمنتري روك، وتكون متوفرة بمناطق مختلفة من العراق، مثلا تكون بالمناطق الوسطى والمناطق الشمالية والمناطق الجنوبية، وتكون بأشكال مختلفة different forms such as البستر وسيلينايت جيبسايت ماسيف جيبسوم روك اند سانتسبار. مانيفاكتشر اوف جيبسوم، صناعة الجبس. صناعة الجبس راح تمر بمرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي كراشينج اند جرايندينج اللي هي التكسير والطحن، والمرحلة الثانية هي فايرينج اور كالسينيشن اللي هي الحرق أو التكليس. المرحلة الأولى راح أبدي أكسر الصخور الجبسية وبعدها راح أطحنها بمطاحن خاصة بحيث يكون 60% من عدها مار من منخل نمبر 100. المرحلة الثانية الجبس المطحون راح أحرقه بأفران خاصة اللي هي روتاري كونز، أفران دوارة until calcination is completed، إلى أن تكتمل عملية التكليس. effect of heat and moisture. واحد، أدي المادة الأولية المستخدمة بصناعة الجبس اللي هي CaSO42H2O عند حرقها إلى درجة حرارة 130 إلى 175 راح تفقد 75% من ماء التبلور crystallization water وتتحول إلى مركب اللي هو CaSO4 نصف H2O اللي يسمى half hydrated جبسوم، أي جزء بنسب جزيئة ماء زائدا 1.5 جزيئة ماء تتحرر. وأسمي ال CaSO4 نصف H2O بلاستر أوف باريس أو مسحوق باريس، وأيضا أسميه بالستاكو. لكن لو خلطت البلاستر أوف باريس مع الماء راح يكون التفاعل عكسي وكما موضح بالمعادلة. اثنين، لو حرقت إلى درجة حرارة من 250 إلى 400 الجبس راح يفقد كل ماء التبلور all its crystallization water ويتحول إلى unhydrated soluble gypsum اللي هو جبس لا مائي ذائب. لكن لو زيدت درجة حرارة الحرق راح يتحول الجبس إلى unhydrated insoluble gypsum إلى جبس لا مائي غير ذائب وتكون معادلة التفاعل هي كالتالي. 3 at high temperature of 1000 إلى 1200 المركب راح يتحول إلى النورة اللي هي quick lime، فالCaSO4 راح يبدي يعطيني CaO plus SO3. عندنا الجبس الحاوي على نصف جزيئة ماء عندما يخلط مع الماء راح يكون التفاعل عكسي وكما موضح بالمعادلة أعلى، ونتيجة لذلك راح تتكون بلورات أبرية الشكل وراح تنمو أثناء تكوينها وتتداخل مع بعضها البعض وتتماسك، وراح يكون عندي حجم وشكل وسرعة تكوين هاي البلورات وتماسكها يعتمد على التالي: 1 نوع المادة الأولية، 2 طريقة الصناعة اللي هي تشمل عندي الحرق والطحن، و3 المواد الغريبة الموجودة بالمادة الأولية. جيبسوم برودكتس، المنتجات الجبسية.
جبسوم برودكت كان بي كلاسيفايد اكوردنج تو اراكي ستاندرد. المنتجات الجبسية تقسم طبقا للمواصفات القياسية العراقية اللي هي IQS نمبر 28 لسنة 2010 إلى التالي. واحد أوردينري جبسوم اللي هو الجزء الاعتيادي. الجزء الاعتيادي صيغة الكيميائية إلى اللي هو CaSO4 نصف H2O جزء بنصف جزيئة ماء. ينتج هذا الجزء من حرق المواد الأولية. المواد الأولية تحتوي على شوائب أو أضيف الكلي أو الساند أو اللايم تكالسايند بيور جبس حتى أزيد من السيتنج تايم اللي هو زمن التماسك. هذا النوع من الجص راح يحرق بأفران بدائية، وعملية الطحن راح تكون بمطاحن صغيرة متحركة. يستخدم في أعمال البناء وأيضا يستخدم في أعمال الإنهاءات اللي هو in the first coat بالطبقة الأولية. التركيب الكيميائي والمتطلبات الفيزيائية تكون موضحة بالجداول 1 و2 على التوالي. المنتج الثاني اللي هو تكنيكال جيبسوم الجص الفني. الصيغة الكيميائية للجص الفني هو CaSO4 نصف H2O أي هو جص بنصف جزيئة ماء. المادة الأولية المستخدمة بتحضيره هي نفس المادة الأولية المستخدمة في تحضير الجص الاعتيادي، لكن هنا عملية الحرق راح تكون سبيشال كيلن بأفران خاصة، وتكون فيكس هيتينج تمبريتشر أي درجة الحرارة تكون عندي ثابتة. عملية الطحن راح تكون بمطاحن ثابتة، وبالنتيجة راح يكون أنعم وأقوى من النوع السابق، لكن زمن التماسك راح يكون عندي أقل. فلهذا بعض الأحيان أنا راح أضيف له الرمل حتى أزيد من السيتنج تايم. أيضا يستخدم في أعمال البناء وأعمال الإنهاءات in the first coat أي بالطبقة الأولية. التركيب الكيميائي والمتطلبات الفيزيائية تكون موضحة بالجدول 1 و2 على التوالي.